صباح الخير. راح نحط لكم واحد الفيديو ديال الباترون الكبيره ديالهم اللي كاينه في انتاميد، كتشرح لهم الطريقه كيفاش يخدموا، وهي طريقه فيها غير كذوب والنصب والاحتيال. الهدف ديالهم ماشي هو بيع المنتوجات، ولكن الهدف ديالهم هو انه يتسجلوا عندهم الناس، لانه الارباح كاينين كيتسجلوا الناس لانه ما عندهم ربح، يديو ديك 5000 درهم ولا يبيعوا لك منتوج ديال 2 دراهم، ما كاينش اللي غيشري وما كاينش فيه المصداقيه وما كاينش فيه ما فيه حتى شي نتيجه. فانا غنحط لكم الفيديو الباترون الكبيره ديالهم كتشرح لهم كيفاش يقنعوا الناس، وفي نفس الوقت خلات الواتساب محلول، وديك مونيا اللي معاهم داخله كتفضح فيهم، هي مؤسسه معاهم في الشركه على فكره، هاد السيده حتى هي معاهم، ولكن نساو الواتساب وهي كتفضح وكتهضر. المهم غتسمعوا الباترون الكبيره كتشرح باش تقنع الضحايا، وتسمعوا هذيك اللي مشاركه معاهم تفضح فيهم، يعني هي ماشي كتفضح فيهم كتهضر مع الناس، لا كتهضر معهم هما مع انتاميد، يعني هما كيهضروا مع بعضياتهم. فسمعوا مزيان وركزوا في هذا الفيديو، هذا الفيديو راه كبير وغتعرفوا كيفاش كينصبوا عليكم، وهما براسهم كيتنصب عليهم غير بيناتهم. انا دوك الشيكات اللي فيهم 100 مليون ولا ما عرفت 200 مليون، هذاك الشيء غير كرتونه، ولي برودويات ما كاينينش، ما كاين لا ستوك لا عبو الريح، المهم كلشي كذوب كذوب. سمعوا مزيان، ومازال شويه بشويه ايطاب باغ ايطاب نقطه بنقطه غتشوفوا الى ما وصلتوش الحقيقه اوجهوي اوجهكم. وانا غادي نحط لكم واحد ستوري دابا، تشوفوا واحد المقال تحط من طرف واحد الصحفي في بلجيكا مغربي اللي كان حارب هاد الشركه ودخل معاهم في المحاكم وك مهم نعاودش لكم، وانا عارف غير طري نفسي ولكن انا مقده بهم. فهاد الصحفي كان حط مقال في سنه 2022 كيوضح لكم الطريقه ديال النصب ديال هاد الشركه، ونهار فضحهم وهضر عليهم تم الطرد ديالها من بلجيكا، وهي باش التجأت المغرب في سنة 2023. هادشي كان في 2022، جات المغرب في 2023 باش بدات كتنصب عاوتاني على المغاربة والناس اللي مقاريينش والناس الأميين والناس اللي غالبهم الطمع ولا الناس اللي باغيين الربح السريع. فأكيد شنو فهمتوا نتوما من هذا المقال؟ هذا المقال الصحفي اللي تطرح قبل سنتين في 2022 شنو تيقول؟ تيقول بأن هاد الشركة الطريقة ديال النصب ديالها ماشي هو همهم انكم تبيعوا المنتوج، لا هما ملي كيدخلوكم كيعطوكم منتوج باهظ الثمن لانه عارفين ما غاديش يتباع، باش يقنعوكم وحتى نتوما ترجعوا الخسائر ديالكم، تيقنعوكم انكم تجيبوا ناس اخرين. ملي غتجيبوا نتوما دوك الناس اخرين غيدخلوا غيتسجلوا حتى هما بديك الثمن، عاوتاني غيعطيهم داك المنتوج اللي هو ما غايجيبش لهم داك الثمن، فهم عاوتاني كيضطروا يجيبوا ناس اخرين، وهي غاده هذا تيجيب هذا هذا علاش تيا مشاركة معاهم وكتجيبي دوك الناس. جاوبيني اختي، انت عطيني قول لي هادشي واش كاين ولا لا، انت اللي اشتركتي معاهم علاش درتي الاشهار باش تجيبي دوك الناس؟ باش ترجعي فلوسك، هذا هو كان الهدف ديالك، ماشي باش تبيعي المنتوج، كاينه ولا لا؟ لانك كنتي باغي تبيعي المنتوج غتحطي المنتوج ديري ليه الاشهار، لا انت تتقولي اجيو تخدموا من الدار، خصك غير التليفون والواي فاي، يعني الهدف ديالك انت اختي هو تستقبلي تستقطبي الضحايا باش انت ترجعي فلوسك، وفي نفس الوقت ديك الضحايا غيكونوا ديال انتاميد باش شي تنصب عليهم. انتاميد كياخذوا الملايين، غتجي واحد النهار وعقلوا على كلامي، طال زمان ولا قصار عام عامين ثلاثه حتى 100 عام، غادي يسدوا الشركه كيما سدوها في اوروبا، وغيديو اموال الشعب اللي هي تبيض الاموال لانها غتحول اوروبا او تحول دول اخرى، لانه هما ما كاينينش اصلا في المغرب الريوس الكبار، فهي داخل فيها تبييض الاموال، النصب والاحتيال المغاربه، داخل فيها بزاف ديال الحوايج. ف تنظن انكم استفدتوا من هذا الستوري اللي حطيت ومن هذا المقال الصحفي، ومازال غادي نحط لكم، راه قلت لكم انا مور هذه الشركه حتى نشوف فين غادي توصل. شوفوا اخوتي اللي ما عنده دليل كذاب، انا منين دخلت اول مره نهضر على هذه الشركه جيت نهضر عليها حيت الناس كيصيفطوا لي الميساجات كيتشكاو ليا، ولكن دابا بالصدفه بدات كتخرج بزاف ديال داك التخت ديالهم كيخرج. غنحط لكم فيديوهات والتاريخ اللي فيهم الناس وقتاش كانوا كيحاربوا في هذه الشركه. تخيل لقيت فيديوهات في تيك توك في شهر 4 2022، يعني قبل جوج سنوات وزياده، والناس هما كيغوتوا كينبهوا الناس، ولكن لا اذن صاغيه، طبع الله على قلوبكم.
الفلوس 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 عندكم في القلب ديالكم غير الفلوس، وانتم كتسمعوا الفلوس وغنولي مليونير وبغيتوا توليوا اغنياء كتسجلوا فهاد الشركه وكيتنصب عليكم. ها انتم غنحط لكم الكابتشر وغنحط لكم الفيديوهات وحكموا بعينيكم. فيديوهات تحطوا 22/4/2022 ومازال غادي يجبد لكم فيديوهات قد شركه. انا وراهم الزمن طويل ونحط لكم حتى التعاليق ديال الناس في 2022، فما بالك احنا دابا في 2024. المحكمه كتعرفوها سميتينا وفا الموسى. وزيد لكم واحد الحاجه، مخلصين الموسخين والزباله ديال السوشيال ميديا باش ينضوا يهاجموني في خدمتي، ما عنديش مشكل، مخسر انا بوحدي وما يخسرش المغاربه كاملين. موتوا بالسم. يلا جرب. انا الا خسرت درت علاش نرجع، والمغاربه اللي كيفاش يتسلفوا باش تنصبوا عليهم التوبه. تخيلوا شحال من مغربي مسكين، ها اللي فيه السرطان، ها اللي يتيم، ها اللي مطلقه، ها اللي ارمله، ها اللي معاق، باغيين غير يدخلوا معكم باش يديروا فلوس. ما داروا لا فلوس، لا فلوس اللي كانوا عندهم، لا دي دي لا حبل ملوك. انا واخا تعجبني في خدمتي، واخا خلصتوا هادوك، واخا عطيتهم الفلوس باش يشوهوني واديوني في خدمتي، ما كيهمنيش. شتي واخا نعرف نسد العياده، الهدف ديالي هو تسدوا التومة ولا يهضر الزيزون، حدا من جوج، يا تسدوا التومة ولا الزيزون ينطق. سالينا.